وقفت عند وثائق التاريخ الإسلامي أبحث في دواوين السنة وكتب السيرة حول سفراء حملوا رسائل بخاتم النبوة. في العام السابع من الهجرة وبعد صلح الحديبية انطلقت البعثات الدبلوماسية الإسلامية تجوب العالم، فهم من أعقل الصحابة وأحسنهم حديثاً وأفصحهم لساناً في تبليغ رسالة الإسلام. عندما استقرت أمور المسلمين في المدينة بعد انتصارهم على قريش في عدة معارك، كان صلح الحديبية الذي نص على هدنة لمدة 10 سنوات بين قريش والمسلمين، ولأن دعوة الإسلام عالمية لم تعد مقصورة على مكة والمدينة، في العام السابع من الهجرة اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته سفراء إلى ملوك وقادة العالم، فاتجهت رسالة النبوة خارج الجزيرة العربية يحملها فارس سفير من الصحابة الكرام. عرف بصاحب مسحة الملوك ووصف بيوسف هذه الأمة، هو الشاعر الخطيب الصحابي الداعية جرير بن عبد الله المجالي سفير النبي إلى ذي قلاع وذي عمر أقيال حضرموت. هو جرير ابن عبد الله البجلي يكنى أبا عمرو. قدم جرير سنة 10 من الهجرة إلى المدينة ومعه من قومه 150 رجلاً لإعلان إسلامهم. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم جرير البجلي ليكون سفيراً عن الإسلام إلى أقيال اليمن؟ اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جريراً لعدة أمور. الأمر الأول لأن جريراً كان يتميز بكاريزما عالية، بجمال وهيبة، لأنه عندما دخل على المسجد لأول مرة وجد الصحابة ينظرون إليه نظرة شديدة، فلما جلس سأل من بجواره: هل قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ فقال: نعم. قال: وماذا قال؟ قال: سيدخل عليكم رجل من هذه الجهة من خير ذي يمن، عليه مسحة ملك، وفي رواية: وعليه مسحة ملك. أيضاً النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا جرير لما له من مكانة في قومه. فمرة دخل سيدنا جرير المسجد والناس حلقات حول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يفسح له أحد، فنظر إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ وسادة وألقاها إليه وقال: دونكها يا أبا عمرو، أي اجلس عليها يا أبا عمرو، لمكانته الكبيرة، لمكانته. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكرموا كريم القوم. نعم. فلما جلس سيدنا جرير بهذا التواضع الذي تأثر به، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أشهد الله أنك لا تبغي في الأرض علواً ولا فساد. نعم. لما رأى فيه من تأثره بهذا التواضع. اختار النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي لقوة إسلامه ومعرفته بطبيعة أهل اليمن، فهو من قبيلة بجيلة في اليمن، فكان هو سيد قومه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بمجموعة من قبيلته ليعلن إسلامه ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. لما وفد جرير إلى المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائله عما وراءه، فقال: يا رسول الله، قد أظهر الله الإسلام وأظهر الأذان في مساجدهم وساحاتهم، وهدمت القبائل أصنامها التي كانت تعبد، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي القلاع وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام. هنا تسأل: ما هو فحوى ومحتوى والمهام التي أوكلت إلى جرير ليذهب بها إلى ذي قلاع وذي عمرو أقيال اليمن؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كلف سيدنا جرير بأمرين. الأمر الأول أن يدخل ذا قلاع وذا عمرو في الإسلام،
فإنهما إن دخل في الإسلام دخل عدد كثير من أهل اليمن. نعم. الأمر الثاني أن يهدم صنما عظيما هو الذي يعرف بنسرى وهو مذكور في سورة النور. وبالفعل توجه سيدنا جرير من أجل أن ينفذ المهمتين اللتين وكلا بهما من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى ملوك أهل اليمن لدعوتهم إلى الإسلام، بس قبل ذلك أرسله إلى التخلص من تماثيل تعرف بذي الخلصة، الأصنام الطريق. كانت أصنام على رؤوسها منقوش بها التيجان، فكان يعبدها أهل اليمن وقبائل اليمن، عرفت بالكعبة اليمنية. نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاح من تلك التماثيل، فأمره أن يذهب ليحطمها، وبالفعل ذهب على رأس 150 رجل من قبيلته وقام بحرقها والتخلص منها، فأراح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المهمة الأولى. هذه المهمة الثانية. أما الثانية فذهب إلى ملوك اليمن ليدعوهم إلى الإسلام، فشرح صدر ذو القلاع بتلك الرسالة وبالفعل أسلم. كان ذو القلاع من ملوك حمير الكبار، فلما كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع جرير بن عبد الله البجلي أجابه إلى الإسلام وأعتق 4000 بيت كانوا عبيدا له، ثم أقبل إلى أبي بكر وتزي بزيه وزهد في الدنيا وترك التيجان ولبس جلد شاه. ما أثر سفارة الصحابي الجليل جرير البجلي إلى أقيال اليمن ذي قلاع وذي عمر، وعندما عاد بهم إلى النبي قبض في هذا العام صلى الله عليه وسلم؟ في الطريق كان ذو قلاع مع ذي عمر مع سيدنا جرير، وكانوا متجهين إلى المدينة المنورة، وبينهم في الطريق وقد دخل كثير من أهل اليمن في الإسلام، إذ جاء رجل من طريق المدينة المنورة وأخبرهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحزنوا حزنا شديدا وأبلغوا هذه الرسالة إلى سيدنا أبي بكر الصديق أنهم قد دخلوا في الإسلام ومعهم أفواج عظيمة من أهل اليمن. سيدنا جرير لم يكتفي بهذا حتى بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل كان يعمل على أن يدخل الناس في دين الله أفواجا خاصة من أهل اليمن، وجمع عائلته من جميع الأركان وأخذ يبحث عنهم في كل قطاع حتى أدخلهم جميعا أيضا في الإسلام. أثر نجاحه دخول الكثير من ملوك اليمن في الدين الإسلامي مثل ذو القلاع وذو عمر، وكذلك دخول قبيلته قبيلة بجيلة قبيلة عظيمة من قبائل اليمن، وأيضا هدم الأصنام التي كان يعبدوها أهل اليمن واتخذوها قاعبة له. كان له دور أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الراشدين زي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كداعية للإسلام، كداعية للإسلام، وشارك أيضا في حروب الردة. جاء إسلام ذي القلاع وذي عمر والكثير من ملوك حمير الكبار بعد نجاح سفارة الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي في انتشار الإسلام بين الكثير من أهل اليمن.